الأخلاق تضمن للفرد كفرد سعادته في الدنيا. هذا الشيء الأول، هذا أول مكافأة يعطيها الله تعالى للأفراد المتخلقين. أكو هنالك كلام لطيف يقولون كل عمل يحتوي على جزائه في ذاته، ما يحتاج إلى جزاء خارجي. كل عمل، كل خلق نبيل، هذا يحتوي على جزائه في ذاته. الأخلاق تضمن، أول ما تضمن سعادة الفرد كفرد في هذه الدنيا. تشكل القاعدة التي تبنى عليها الحضارات والمجتمعات والأمم. الأخلاق لا تمثل قضية فردية فقط، الحضارات تبنى على الأخلاق، الأمم تبنى على الأخلاق، التجمعات تبنى على الأخلاق. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. التجمع اللي ما عنده أخلاق ما يبقى هذا التجمع، الأمة اللي ما عندها أخلاق ما تبقى هذه الأمة، الحوزة التي لا أخلاق لها لا تبقى هذه الحوزة، الحضارة اللي ما عندها أخلاق ما تبقى هذه الحضارة. شكد كانت عندنا حضارات سادت ثم بادت، حضارات عملاقة كانت أخلاق ما كانت. أقرب نموذج النماذج التاريخية كثيرة، أقرب نموذج عندنا هذه الحضارة اللي كانت تهدد العالم، العالم كان يحبس أنفاسه في قضايا معروفة،
لموقفه. كلمتها كانت تهز العالم، هاي الحضارة كانت تمثل إحدى القوتين العظميين في العالم، ولكن حضارة بلا أخلاق، الأخلاق بالمعنى العام راحت انتهت. الاتحاد السوفيتي قديمة، الآن بعد ماكو اتحاد سوفيتي، دولة من دول العالم الثالث المتخلف، حضارة ما عندها أخلاق، حضارة ما عندها سعة الصدر، حضارة ما عندها حلم، حضارة عندها بطش، على قول القرآن الكريم وإذا، شلون آية لطيفة، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. حضارة الاتحاد السوفيتي كانت حضارة البطش، حضارة عدم تحمل الرأي الآخر، هذه كلها أخلاق. الأخلاق يعني عندما تكون حاكم تتحمل الرأي الآخر، أما الحاكم الذي لا يتحمل الرأي الآخر حاكم بلا أخلاق. الحضارة اللي تتمحور حول فرد، تتمحور حول ذاتها، حضارة بلا أخلاق راحت.